السلام عليكم متابعين ومتابعات قناة نانا شوبينغ أكادير، مرحبا بكم من جديد. فيديو جديد اليوم، فيديو كله أفكار. كنتمنى إن شاء الله يعجبكم هاد الأفكار اللي في هاد الفيديو، وكذلك لبيت الطلب ديالكم، وسمحوا لي إلا كنطعطل عليكم بزاف. اول حاجه غنبدا معكم هي هذه الوصفه اللي رائعه. كنحتاجوا 80 غرام ديال الزبده، واحد ساشي خميره حمراء، كنحتاجوا 70 غرام ديال السنيده، واحد فاني، ثلاثه د البيضات، 120 غرام ديال الطحين، وكنحتاجوا هنا لجوج تفاحات. كنظن ان المقادير واضحه. غادي نشعل الثيرموميكس ديالي. بالنسبه للبنات اللي كيسولوني على الثيرموميكس، راه البنات كاين اللون الابيض واللون الاسود، الوغ هذا اللون الاسود كيكون شويه قليل. اول حاجه غنديرها هو ان في البول غادي ندير البيض كما كتشوفوا معايا، غادي ندير سنيده، وغادي ندير جميع المقادير. وميم طو غادي نبقى نعاود لكم باش هكا اللي ما قيدت تعاود تقيد. ثلاثه د البيضات، بالنسبه للسنيده غنحتاجوا 70 غرام ديال سنيده، ها نتوما كما كتشوفوا معايا. غادي نحتاجوا للزبده، غادي نحتاجوا 80 غرام ديال الزبده. بنات بالنسبه لي كيما لاحظت ان الثيرموميكس كيبازي على الزبده بلاصه الزيت، وقيل هذا هو السر النجاح ديال لي كيك عندهم. صراحه راه واحد المذاق جدا. المهم انا ملاحظه لاحظتها وقلت علاش لا ما نبارطاجيهاش معكم. درت ساشي ديال الخميره حمراء وكذلك وحده بيضاء. كندير دقيق، بالنسبه للدقيق غنحتاجو 120 غرام ديال الدقيق، الدقيق يكون نوع ممتاز. صافي، وغادي نخلطها البنات. بالنسبه للتخلاط غادي ندير عادي، المهم انا درت 23 سكوند، من بعد غادي نعاود نزيد. نتوما راه على حساب مونينيكس، راه غتحطوا كلشي في مونينيكس وتخلطي. هاد الوصفه ماشي ديال تيرموميكس، غير ديال نقلتها في واحد لاباج وقلت علاش لا ما نجربهاش. بالنسبه للاول كلاود هي فاش غادي نطيب ان شاء الله الكيكه ديالي. كما كتشوفوا معايا اول حاجه غندير انني غندهنها بالزبده. نورمالمون هي ما كتحتاج كاع الدهن، ولكن تفاديا لان اول مره غنجربها قلت ضروري ندهنها بالزبده باش ما تلصقش ليا. المهم حنا راه كنجرب ونجرب معكم. راه البنه البنات فنه. والخليط ديالي من بعد ما طحن غادي نكبو اكيد في الاول كلاود بهذه الطريقه. غير هي حاجه وحده بان هي ما كتنفخش ينفخني حتى البنات، راه كتعرفوا ما فيهاش واحد لي سباس كبير بالنسبه للناس اللي ما كيبغيوش. انا خصوصا انا لي كيك ما كنبغيش يكون فيهم بزاف، يعني كبي غليظه بحال هكا. كتعجبني كي كتكون رقيقه. المهم كل واحد الذوق ديالو، بالنسبه لي انا كتعجبني هكا في الاول كلاود. من بعد البنات كتذوقوا بالتفاح، حتى الا بغيتو تدخلوها للفرن راه نفس الشيء. غادي تذوقيها هكا بالتفاح من الفوق، قطع ديال التفاح، ومن بعد غادي ندردرو شويه ديال سنيده، وخصوصا السكر البني الا كان من الاحسن. ما كانش غادي ديرو غير سكر عادي، المهم انا كان عندي متوفر فلذلك درتو. البنات ما تنساونيش في الانستغرام، دخلوا عندي نانا شوبينغ اكادير، وكذلك الا كتفرجي في لا فيديو مازال ما درتيش لايك ديري لايك، ديري سابوني، كذلك فعلي الجرس باش هكا دائما يوصلك الجديد اللي كنحط. وتشجيعات البنات ديالكم والبارطاج راه كتهمني، وكذلك كومونتير ديالكم كيعجبوني. ان شاء الله كاع البنات داكشي اللي طلبوا راني قيدتو راه غادي نديرو لكم في الفيديوهات الماجيه. الوغ هذا هو الشكل ديالها البنات. من بعد ما درت سنيده كتجي بحال هكا، ومن بعد غادي نسد عليها وطيب. غير انا حاجه وحده ما كنبغيش دوك الخطوطه ديال بانيني ولا بحال هاد ديك لابلاك الفوقانيه، ما كنبغيهمش يكونوا من الفوق. كندير بابي الومنيوم هكا بيناتهم. وهذه من بعد ما طابت كتجي بحال هكا، هانتوما البنات كتجي فنه خطيره جدا. ومن بعد ما ساليت اكيد ما نخليش ربينه في الكوزينه، خصني ضروري ما ندير المان ديالي في لاماشين. بالنسبه لا فيديو البنات هذا راه ورا الغدا فاش كنصور لكم هذا الفيديو. بالنسبه لي هذه هي الوقت اللي كنكون ليبر فيها، يعني بالنسبه للكيكه البنات انا راه بغيتها الغدا الصباح الفطور. اما بالنسبه للكوتي ديالنا ولا العشاء رانا غنوجدو معكم ان شاء الله في هذا الفيديو. مي فقط كنبغي داكشي لي بريباريت لهذا نحيدهم عليا المعينات ديال الغدا
الغداء كذلك كنبغي نحيد عليه المعينات اللي رونت ديال الكيكه، وهكا باش نجمع كلشي في الماكينه بما نسالي المعين ديال العشاء عاد ان شاء الله نخدم لا ماشين. ماكينه كما قلت لكم راه ديجا جاوبتكم على الاسئله ديالكم بانها ال جي واش صدقات ولا ما صدقات. صراحه عجبتني زوينه بالبخار. انتي انا البروغرام اللي كنخدم هو ديال 3 سوايع، كنقول مره واحده جوج ماكينات صافي. بالنسبه للعشاء البنات فكنت وطيبته في الاول كلاود كما كتشوفوا معايا، قلت لكم متعدده الاستعمالات، درت بوزروك بمطيشه والبيض. كتعجبني هاد الاكله هادي ديال بوزروك، مع العلم انني ما كنتش كناكل كاع بوزروك، ولكن ملي كليته عند صاحبتي ولا كيحمقني وقلت علاش لا ما نشاركش معكم غير هاد العشي. ولي درت هذا هو كان العشاء ديالنا والكوتي ديالنا، يعني ملي يجيو الدراري المدرسه هذا الشيء اللي غادي ياكلوا. اما بالنسبه للخبز فانا راه عجنت بطبيطات بالقمح وشويه ديال الفرص، كيجي زوين البنات بحال هكا كيجي صحي احسن شي حاجه ديال الزنقه. بالنسبه للبطبوط انا كنعجن كميه شويه كبيره باش كنحتفظ به في المجمد، وها نتوما كتشوفوا البابا ما كتكونش فيه بزاف. هذا هو طريقتي في البطبوط. وهنا جيت اكيد نبارطاجي معكم منتوجات ديال النظافه اللي كنستعمل نزولا عند الطلب ديالكم نتوما اللي بغيتوا هذا الفيديو هذا ولا هاد المنتوجات. هذا هو المنتوج بزاف اللي كيجيني عليه الاسئله ديال ديوال باور. بالنسبه لهذا المنتوج خاصه البنات بالرخام، صراحه جربت منتوجات كثيره ولكن بحال هذا المنتوج بالضبط ما عمرني لقيت بحاله في النتيجه ديالو. كيخلي لي الرخام كيلمع، الثمن ديالو 35 درهم حتى 37 درهم. بالنسبه فين غادي تلقاو؟ تقدروا تلقاو في مرجان، انا كنت غالبا كنشري من مرجان ولا من بريكوما ولا عند الناس اللي كيبيعوا المنتوجات ديال برا، يعني كنحاول ما امكن انني نعت لكم. كنت خديت واحد ستوك، يعني ملي لقيتو خديت فيه واحد ستوك وكنت كنستعملو. انتم كتشوفوا هذا اخر ستوك بقى عندي، الا خصني ندير نبحث عليه ونقول لكم ان شاء الله فين غنلقاه. اما بالنسبه للخل اللي كنستعمل او الخل الابيض فانا جربت هذا دابا، هذا كيريكو خديته من عند ساغا 18 درهم باش خديته ولا 8 درهم والله ما عقلت 18 درهم وقيله. بالنسبه للخل كيجيني بحال يعني ما كاينش شي فرق، غير هذا واحد الحاجه اللي عجبتني فيه ان ما فيش ديك الريحه مجهده بزاف، وتا هو زوين للتنظيف سواء الزاج. انا كنستعملو الماكينه كنزيدو مع سائل التنظيف ديال المواعن كنديرو في الارضيات كذلك. بالنسبه لهذا المنتوج البنات زوين بزاف، هذا اوني اللي خاص بالتنظيف العامي، انا كنستعملو بزاف الا بغيت ندير التنظيف العميق. كنلقاه فين؟ في جميع، كنلقاه في كارفور، كنلقاه في مرجان، في اسواق السلام. الثمن ديالو 8 دراهم كما كتشوفوا معايا، كينظف بواحد الشكل خطير البنات. حاشاكم لاشاس، كدهنوا هاد لو برودوي في ديك الصفوريه اللي كتكون فيها راه كتلمع. كذلك الارضيه كنحك به الارضيه ديال الزليج، كذلك الا عندي لي طاش في الحيوط كنديرها لديك الصباغه ديال الصباغه ديال هذه ديال الخيال، فتا هي كتنفعني. سمحوا لي غتسمعوا الشهوات ديال الدراري الصغار، المهم ديروا راسكم ما كتسمعوا والو. كما قلت لكم هذا المنتوج حتى هو خطير، واخا الثمن ديالو رخيص ولكن في عنده واحد الفعاليه زوينه بزاف ما كنستغناش عليه. اما بالنسبه لهذا المنتوج ديال اسبيروكس فراه يلاه جربته حتى انا، يعني شفت بزاف البنات كيشكروا فيه وقلت علاش لا ما نجربوش. الثمن ديالو ما عقلش 28 درهم وقيله. بالنسبه لحاجه وحده اللي عجبتني فيه هو ان سبدريات البيضين وفيهم لي طاش فراه دقه بطله. بالنسبه للكراسه بحال هكا اللي كيكونوا بيضين حتى هما دقه بطله. بالنسبه لابلاك جربتها حتى هي نقاتهم ليا. الدهنيات ما عرفتش، يعني ما جربتوش لا الفران لا والو، جربت سبدريات لي طاش زوين. خصوصا سبدريات البيضين البنات عرفتي خرجوا كيلمعوا، ولكن بالنسبه لاكريس ما مازال ما جربتش باش ما نكون واضحه معكم. على العموم كيدير شحال من حاجه زوينه عجبتني صافي، راه برودوي هو هذا كيدير لي شحال من حاجه، هذا هي اهم حاجه. بالنسبه للكاليون هذا راه كناخذو غالبا المهم كل مره منين كيكونوا بروموسيون البنات. انا عندي دوك رشاشات هكا كنعمر وكنبدا تتيسالي نعاود نعاود ثاني نعمر في دوك الرشاشات كيجيني هكا براتيك. بالنسبه لهذا البرودوي ديال ا بي سي فهو منتوج خاص بيم، كنت جبتهم معايا من اسفي. صراحه زوينين،
يعني ماشي واو واو واو، ولكن زوينين حتى هما، ما فيهمش الريحه، ريحتهم غزاله بعدا. بالنسبه لهذا الصفر فهو خاص بحال هكا كنديروا انا الفران، الثلاجه، لابلاك، ماكينه. اما بالنسبه لهذا البرودوي هذا البنات فهو خاص بالتنظيف ديال الات الغسيل، يعني عوض ما ديري داك داك الخل اللي كنديروا البيكربونات وهذا، فهاد البرودوي هذا كيعوضو. والثمن ديالو شي 18 درهم تقريبا ولا 15 درهم 17 درهم، المهم خديته من كارفور البنات. هذا هو الثمن ديالو، كتنظفي بآلة الغسيل مره في الشهر وكتحطيه بحال هكا بهذه الطريقه مقلوبه. صافي المهم ان شاء الله فاش غادي نبغي نديرو المره اخرى راه غادي نشاركو معكم باش هكا نتوما تستافدوا منه. كما قلت لكم بالنسبه فين غتلقاو هذا، كاين لقيتو انا في كارفور فيني تعلمت ديال كارفور. اما بالنسبه تعطير الملابس فانا كنستعمل هاد سوبلين، هاد لينانجيت ديال سوبلين. زوينين البنات، بالنسبه للبنات اللي غيسولوني فين كتلقاوهم تقدروا تلقاوهم عند الناس اللي كيبيعوا المنتوجات ديال برا او اكسيون. المهم انا بالنسبه لي راه خديتو من اكسيون. زوينين، الثمن ديالهم شي تقريبا 30 درهم، ما بين 20 درهم البنات حتى 30 درهم. هاد البنات شادين معايا انا كوز في هاد الفيديو، عادي شحال من فتره قطعت قطعت حتى نبدا عاد كيهضروا. المهم الفيديو انا غادي نحطو لكم وخفي شويه الخوات. بالنسبه لي نوغتا هو برودوي خطير كما كتشوفوا معايا، راه ساله ليا، خصني دابا نكومونديهم. في كيلين ليا الحوايج يعني كنرطبهم، وكذلك واحد الريحه غزاله. اما بالنسبه لهذا تا هو معطر الملابس، فهو كنجيبو من بيم، تا هو ريحته غزاله يا البنات. ما ديما نقول على هاد المنتوجات اللي جربت بولانستون كلهم انا مرتاحه فيهم. اما بالنسبه للبرودوي اجاكس فرانا كنستعملو بزاف الرشاشه اللي كاينه في التواليت حشاكم، وكذلك ديك الرشاشه الصغيره والرشاشه الكبيره، فرا كيلمع عليا داك هذاك التوب هكا كيخلي نظيف وزوين وكيلمع بحال هكا، ما كيكونش داك الكالكير فيه. الوغ هادو هما المنتوجات اللي طلبتو مني انني نشارك معكم، اللي كنستعمل بزاف. راه تلقاو هاد يعني هاد هكا هاد الشبكه هادي اللي كنجمع فيها المنتوجات النظافه، كندير غالبا لي برودوي اللي كنستعمل. والاخرى اللي ما كنستعملش بزاف يعني فهاد شي حاجه فيها الضوبل شي حاجه كنهزها مره مره، هما كنديرهم تما. ولكن بالنسبه لهادو كان يعني عارفه راسي كنكون مدمنه عليهم بشكل يومي، كنجبدهم كيجيني هكا ساهل. اما بالنسبه لهاد المنظم فراه ديجا قلت لكم خديته من كارفور. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم وينال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش من لايك ديالكم، كذلك بارطاج لا فيديو مع الاحباب والاصدقاء. كنبغيكم بزاف، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو مجيد.